وخليني اقول لحضراتكم النهارده من الحاجات المهمه في اليوم للناس اللي بتحب الكوره. النهارده يعني حرب تكسير العظام زي ما بيقولوا، النهارده ماتشات حياه وموت. النهارده البارسا ضد اليوفي ورونالدو ضد ميسي، وفي ماتش الحقيقه انا اتوقع انه هيكون ماتش ناري بكل ما تحمله الكلمه من معاني، مانشستر يونايتد ولايبزيج، لانه الاثنين دول عندهم نفس الفرص في التاهل، بالاضافه طبعا للغريم الثالث باريس سان جيرمان اللي خلع كده بنظافه وبصنعه نظافه من مانشستر يونايتد، واعتقد انه باريس سان جيرمان حط رجله في الادوار اللي جايه. مساء الخير على حضراتكم، وهنتكلم ما تقلقيش، هديك فرصتك تتكلمي على تشامبيونز ليج، بس خلونا نروح لاهم الاخبار والعناوين. موسيماني يعقد جلسه مطوله مع اللعيبه قبل انطلاق التمرين. الفحص الطبي يحدد موقف أجايي من المشاركه امام المقصه. ريال مدريد يهنئ الاهلي بالفوز باللقب التاسع من دوري الابطال. بعثه منتخب الشباب تسافر الى تونس لخوض بطوله شمال افريقيا. رسميا كاس العالم لليد في مصر بحضور جماهيري. رايولا ابراهيموفيتش اللاعب الاكثر تكاملا في تاريخ الكره.